لموضوع اتكلمت عليه من شوية، وهو موضوع رياضي خاص بالحكم المصري إبراهيم نور الدين الذي تلاحقه الأزمات في كل مكان. امبارح كان بيدير مباراة مالي وموريتانيا في تصفيات بطولة كأس أفريقيا للمحليين، واللي انتهت بفوز الضيوف موريتانيا 1-0 من ضربة جزاء احتسبها إبراهيم نور الدين، واعترض عليها لاعبه مالي. وزي ما احنا شايفين في هذا المقطع، إبراهيم نور الدين خرج في حماية الأمن. معايا لمزيد من التفاصيل الناقد الرياضي الكبير شوقي حامد. أستاذ شوقي مساء الخير. مساء الخير يا أستاذ معتز، وأنا سعيد إن أنا مع حضرتك. أهلا بيك أستاذ شوقي. يا ترى هل في يعني تفاصيل أكتر عن الموقف اللي تعرض له الكابتن إبراهيم نور الدين؟ هو يعني بلا سرد تفاصيل وحكايات، هو الحقيقة إبراهيم نور الدين وأيمن دجيش على وجه الخصوص من الحكام المجتهدين المجيدين جدا، إن لم يكن الاثنين من أفضل حكام مصر وحمال الراية على الإطلاق. لكن في هذه الفترة هم خارجين من موقف عصيب جدا، حالتهم النفسية في غاية السوء، معنوياتهم في الحضيض. كان جديرا بالكاف والكابتن عصام عبد الفتاح المشرف على الحكام المصريين أن يخيرهم، يريحهم، يهيئهم نفسيا، لأن تم الاعتداء عليهم بصورة بشعة في نهائي البطولة العربية اللي كان بين الفيصلي الأردني والترجي التونسي. أي. وللأسف ما خدوش حقهم لا عندنا ولا من الخارج، وللأسف أيضا هما الاثنين غلطانين غلط بين واضح بشع. أيمن دجيش فقد تركيزه للحظات، وابراهيم نور الدين مشي على هداه. الاثنين غلطوا، بس للاسف هما الاثنين لم يتم حمايتهم من الامن او من الناس المسؤولين عن الامن هنا، وبالتالي خرجوا في حاله معنويه ضائعه. كان لازم يحصل بقى نوع من انواع التهيئه النفسيه، نوع من انواع الراحه، نوع من انواع التعديل، لان يعني ايه المانع ان هم ما كانوش يحكموا على طول بالطريقه دي. طب استاذ شوقي، استاذ شوقي، واحنا بنعرض المقطع الحقيقه يعني في عندي انا شخصيا نقص في المعلومات. ماذا حدث في مباراه موريتانيا ومالي لبطوله افريقيا للمحليين؟ هو في ضرب جزاء تم احتسابها، ابراهيم نور الدين من الشخصيات اللي عنده جرأة في احتساب الأخطاء في منطقة الجزاء اللي هو في 18 أي فرقة. لما بيشوف إن الخطأ واضح ما بيهموش، بيصفر بلا أي تردد. أنا مش شايفه كمان مطلع كارت أحمر، لأن اللاعب أخطأ خطأ بين ومنع هدف مؤكد. فالقرار على فكره ما كانش فيه اخطاء فادحه، بالعكس هو عنده جرأه يحمد عليها، بس مش دائما الجرأه والشجاعه الادبيه بتبقى محموده ومطلوبه. كان في الدقيقه كام الهدف استاذ شوقي؟ افندم في الدقيقه كام، وكان على يعني محتسب لمين؟ كان في اخر اللحظات، وكان لمنتخب موريتانيا. لمنتخب موريتانيا بيلعب مع مالي في على ارض مالي. فطبعا يعني زي ما تقول طبعا اصحاب الارض، اصحاب يعني الارض طبعا، وفي اخر اللحظات انفعلوا. لا سيما لو حضرتك رحت مالي، انا رحت مالي وتابعت بطوله افريقيه هناك، شعبها او الجماهير هناك محبه للكره بجنون. يعني زي ما بنقول كده ما بتتقبلش الهزيمه، مع انهم يعني مش عندهمش كفاءات عاليه قوي، لكن دايما الانفعال زاد عن الحد يؤدي الى اخطاء غير عاديه. وكان لابد برضه لايمن دجيش والحكم ابراهيم نور الدين ان يؤمن خروجهما بطريقه اكثر تحصينا وتفعيلا من هذه الطريقه. يعني ايه الجمله الاخيره؟ يعني يؤمنوا خروجهم ازاي؟
يعني يعني تقصد انا بقول الحكم اذا ارتقى ان الموجودين في الملعب ممكن يعملوا حاله من الهياج والتهور عليه كان لابد ان قبل نهايه المباراه يطلب المسؤول الاول عن الامن في الملعب ويقول له ويحذره ان المنظر يوحي بخطوره وكان لابد من التدخل الفوري قبل ما اي حد يوصل لابراهيم وايمن دجيش. طب دلوقتي لو خدنا بالاعتبار ان الكابتن ابراهيم كده تعرض لموقفين في اقل من شهر، موقف مباراه نهائي البطوله العربيه الفيصلي والترجي التونسي ومباراه مالي وموريتانيا، من وجهه نظر حضرتك هل يؤثر نتيجة الموقفين تؤثر على مسيرته التحكيمية؟ بتبقى متوقفة أستاذ معتز على رباطة جأش وثبات الحكم. لو هو من الشخصيات القوية التي تعتاد اجتياز المواقف الصعبة بتعدي، لو هو يعني ظروفه صعبة فما يعني صعب ان هو يتوازن نفسيا بسرعة، فضلا ان ايمن دجيش بالذات في سن متقدم وكان بيجدد ليه على المستوى المحلي وليس على المستوى الدولي او قارب على وصول وبلوغ سن الاعتزال، وهو من ادفع حمال الراية على الاطلاق. فلابد من التهيئة النفسية حتى لا يصابوا بحالة من الاحباط وينعكس هذا الاحباط على قراراتهم التحكيميه، وبالتالي نخسر حكمين مجيدين لهم مشوار طويل ومن الشخصيات التي يندر وجودها في التحكيم المصري حاليا. واحنا بنتمنى لهم كل التوفيق في المستقبل الحقيقه، ما نحبش ابدا انه يحصل اي تاثر لمسيرتهم او للسي في بتاعتهم بالموقفين دول، ربنا يعني يسهل ونشوف ايه اللي هيحصل. انا